بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله افضل الصلاه واتم التسليم، معكم الاستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف من برامج ومعاهد التربيه الخاصه للصف الرابع ابتدائي ماده الرياضيات، احبائي الطلاب والطالبات قبل ان نبدا في هذا الدرس يجب علينا ازاله جميع المشتتات. ثانيا الاستعداد جيدا للدرس ثالثا متابعة التمارين بالكتاب هيا نبدأ درسنا لهذا اليوم وعنوان هذا الدرس الرقم ثلاثة عشر أحبائي الطلاب والطالبات سوف نتعرف على أهداف هذا الدرس أولا نميز شكل العدد ثلاثة عشر ثانيا نشير إلى العدد ثلاثة عشر ثالثا تمثيل العدد ثلاثه عشر رابعا كتابه العدد ثلاثه عشر احبائي الطلاب والطالبات هيا نقوم بترديد هذه الارقام لدينا هنا هذه الارقام واحد اثنان ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره احدى عشر اثنى عشر ثلاثه عشر اذن هيا نقوم بكتابه هذه الارقام اذن سوف نقوم بكتابه هذه الارقام واحد اثنان ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره احدى عشر اثنى عشر ثلاثه عشر اذا احسنتم يا احبائي الطلاب والطالبه أحبائي الطلاب والطالبات هيا نقوم بكتابة العدد 13 بتتبع النقاط التالية. هيا نقوم بكتابة الرقم 13 بتتبع هذه النقاط 13 أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات. إذا وهنا سوف نقوم بتلوين العدد 13 هيا نقوم بتلوين العدد ثلاثة عشر إذا سوف نقوم بتلوين العدد. ثلاثة عشر هيا نلون العدد. ثلاثة عشر إذا سوف نقوم بتلوين العدد 13، احسنتم يا احبائي الطلاب والطالبات، اذا احبائي الطلاب والطالبات كم عدد هذه الصناديق؟ اذا لدينا هنا مجموعه من الصناديق، كم عدد هذه الصناديق؟ واحد اثنان ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره احدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر إذا مجموع هذه الصناديق ثلاثة عشر صندوقا أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات أحبائي الطلاب والطالبات شاهدوا معي هذه الأشكال سوف نقوم بعد هذه الأشكال إذا واحد اثنان ثلاثة اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره احدى عشر اثنى عشر ثلاثه عشر احسنتم يا احبائي الطلاب والطالبات إذا مجموع هذه الأشكال ثلاثة عشر أحسنتم وهنا ساعد ياسر باستخراج العدد ثلاثة عشر هيا نساعد ياسر باستخراج العدد ثلاثة عشر إذا العدد ثلاثة عشر ها هو العدد ثلاثة عشر ثلاثة عشر ثلاثة عشر وأيضا ها هو العدد ثلاثة عشر أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات إذا هيا نقوم بفتح الكتاب صفحة مئة وأربعة عشر في النشاط الأول صل الأعداد المتطابقة ببعضها أحبائي الطلاب والطالبات لدينا هنا مجموعة من الأعداد إذا لدينا هنا مجموعة من الأعداد أين هي الأعداد المتطابقة؟ أحسنتم ها هو العدد ثلاثة عشر ثلاثة عشر ثلاثة عشر إذا ها هي الأعداد المتطابقة ثلاثة عشر وايضا هنا في النشاط الثاني ارسم دائرة حول العدد ثلاثة عشر هيا نرسم دائرة حول العدد ثلاثة عشر إذا ها هو العدد ثلاثة عشر ثلاثة عشر ثلاثة عشر ثلاثة عشر وأيضا هنا العدد ثلاثة عشر أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات وهنا في النشاط الثالث تتبع النقاط لكتابة العدد ثلاثة عشر أحبائي الطلاب والطالبات سوف نتتبع هذه النقاط لكتابة العدد ثلاثة عشر هيا نكتب العدد ثلاثة عشر ثلاثة عشر أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات إذا وهنا في النشاط الرابع عد الأكواب واكتب العدد المماثل لها في المربع واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر اذن ثلاثة عشر أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات وهنا يا أحبائي الطلاب والطالبات هيا نرسم ثلاثة عشر شكلا نفضله داخل الدائرة إذا لدينا هذه الدائرة سوف نرسم ثلاثة عشر شكلا إذا سوف نرسم ثلاثة عشر مربعا إذا مربع اثنان ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره احدى عشر اثنى عشر ثلاثه عشر اذن واحد اثنان ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره احدى عشر اثنى عشر ثلاثه عشر أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات وهنا في النشاط السادس سوف نكتب العدد ثلاثة عشر ثلاثة عشر ثلاثة عشر ثلاثة عشر ثلاثة عشر أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات وهنا سوف نقوم بعد هذه الأشكال ثم نكتب عددها في المربع لدينا هنا هذه الطائرات واحد اثنان ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره احدى عشر اثنى عشر ثلاثه عشر اذن مجموع هذه الطائرات ثلاثه عشر وهنا لدينا هذه السيارات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر إذا مجموع هذه السيارات ثلاثة عشر سيارة وهنا هذه السفن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر إذاً مجموع هذه السفن ثلاثة عشر سفينة أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات أشكركم على حسن الاستماع كان معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف وإلى درس آخر